السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني عشر متقدم، بنين وبنات، أسعد الله أوقاتكم. طبعا درسنا اليوم هو تابع للمجالات المغناطيسية المتولدة عن التيار الكهربائي المستمر. مخرجات التعلم: واحد، أن يتعرف الطالب على المجال الناتج عن حلقة. اثنين، أن يتعرف الطالب على المجال الناتج عن سلك يحتوي حلقة. ثلاثة، تطبيق على العلاقات المستنتجة. راح نبلش بداية بالمجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في حلقة سلك. ودراستنا راح تكون بشكل مركز على مركز الحلقة. طبعا عم نختار النقطة اللي هي مركز الحلقة ونستنتج العلاقة عنده، وبالتالي هوني الدراسة راح تكون بمجمل تماريننا على هذه الفكرة. من أجل طول عنصري، كما نعلم حسب قانون بيوسافار، فإن دي بي الذي هو يمثل المجال المغناطيسي تساوي ميو دوت اللي هي معامل النفاذ المغناطيسي بآي بدي أس بساين ثيتا. وهنا دائما نأخذ المجال المغناطيسي يعامد مستوي الحلقة، وبالتالي تكون هنا الزاوية ثيتا 90 درجة على 4 باي آر للتربيع، يساوي ميو دوت بآي بدي أس اعتبار ساين 90 واحد على 4 باي آر للتربيع. ويكون المجال الكلي الناتج عن كامل الحلقة حيث تكامل دي أس أي مجموع الأطوال العنصرية يساوي الطول الكلي للحلقة. ونعرف طول الحلقة الذي هو يمثل محيط الدائرة S تساوي 2 باي R. نعوض في العلاقة التي في الأعلى بعد إجراء التكامل. تكامل دي بي هو بي والذي يمثل المجال الكلي يساوي ميو دوت بي آي، بدل S حطينا 2 باي R، وبالأسفل بقت كما هي 4 باي آر للتربيع. نختصر 2 مع الأربعة بظل 2 بالأسفل، باي مع الباي وآر مع التربيع، تصبح العلاقة النهائية بهذا الشكل. بي تساوي ميو دوت بي آي على 2 آر. وهذه العلاقة هامة ويجب حفظها لاستخدامها في حل المسائل. تحدد جهة بي أي متجهة المجال للحلقة بقاعدة اليد اليمنى، بحيث واحد، تكون جهة لف الأصابع بجهة التيار. اثنين، راحة اليد نحو المركز. ثلاثة، جهة الإبهام هي جهة متجهة المجال التي هي بي. لاحظوا أن أمثلي ضمن مستوي السبورة أي مستوي الورقة، وعندنا أمثلي فراغي. لاحظوا بالأمثلي التي هي ضمن مستوي السبورة، إذا أخذنا هذه اليد اليمنى وضعناها أصابع بجهة التيار، راحت اليد نحو المركز، وبالتالي لاحظوا الإبهام لوين راح يكون للخارج.